تعاني الجزائرية للمياه وحدة ولاية البيض من ديون متراكمة وصلت إلى حدود 30 مليار سنتيم، جعلتها هيكلا بلا روح وصارت عبئا على السكان. نوردين رحماني. وضعية معقدة تلك التي توجد عليها وحدة الجزائرية للمياه لولاية البيض، ديون خانقة وعتاد محطم وخدمات تثير استياء السكان بمدينة البيض مقر الولاية وقبلهم عمال المؤسسة. بارك كيما هذا الله يبارك، شوف الماتريال كيما عندنا، كاين اجون واحد، اجون هذا يحل الباب يرد على التليفون يدير دوريه واش يدير، كون توقع على حارق هنا ما يشوفهاش. ما عاد لنا والو، دوكا عندنا باراجون بالعصياص، عنده ليغو عنده الماسك يداوي، او ما يكون عندنا زوج تاع اجون سكيورتي مع بعضهم، واحد صرا لكو الاخر يبلغ ولا حاجه. عجز في تحصيل ديون المؤسسة التي وصلت إلى حدود 30 مليار سنتيم، وشاحنة تحصيل الديون خير شاهد على الوضع الكارثي لمؤسسات حظيرتها تحولت إلى مقبرة لعتادها. اليومنا هذا المؤسسة تسال حوالي 30 مليار، يعني 30 مليار كنت تدخل غير أنت يرتاح كل المشاكل اللي راها مطروحة تتحل. المدير المنصب منذ شهر تعهد بإيجاد حلول لمؤسسة باتت في مهب الريح. سي ريدريسابل لونيتي، سي ريدريسابل، ماهيش سيتيونيتي لاباس عليها، ان شاء الله بالمساعده تاع الاطارات تاع المؤسسه بالمساعده تاع لي زوتوريتي اللي راهم دل دي بي باينه بلي راهم يعاونوا فينا ان شاء الله، اون فوا ريدريسي لا سيتياسيون. الجزائريه للمياه وحده ولايه البيض بحاجه الى انقاذ قبل فوات الاوان.